جيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمران مهمان نحتاج إليهما لتحقيق النجاح في أي مجال من مجالات الحياة. الأمر الأول تحديد الهدف، الأمر الثاني التركيز على الهدف لكن بعينين مفتوحتين. من دون أن تحدد هدفك، من دون أن تعرف مقصودك في الحياة، كيف يمكنك السعي لتحقيقه؟ ومن دون أن تفتح عينيك على الهدف وتركز عليه، كيف يمكنك معرفة الطريق إليه؟ اقرأ في روائع كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه قوله: عود نفسك حسن النية وجميل المقصد تدرك في مباغيك النجاح. في الأشياء اللي تريدها راح تنجح إلا إذا كان عندك جميل المقصد، هدف جميل مهم. وأيضا نقرأ في كلماته قوله عليه السلام: إن المرأة على ما قدم قادم وعلى ما خلف نادم. الإنسان يقدم على ما قدم، يعني ما الذي تفعله تقدم عليه، شو تريد تسوي توصل إلى. ما أضمر امرأ، ما رام امرأ شيئا إلا وصله أو ما دونه، كما يقول الإمام أمير المؤمنين. هنا يقال إن رجلا، هذا اسمه رحمن، طبعا اسم رحمن مو اسم صحيح، عبد الرحمن نعم، لكن رحمن اسم خاص بالله. هذا كان اسمه رحمن، كان بارعا في رمي السهام، في إطلاق السهام على الهدف، يعني إصابة الأهداف كان درجة أولى فيها ومن مسافات مختلفة. وكان له تلميذ مقرب إليه، كان يدعو تلميذه بين فترة وأخرى لمصاحبته للغابة ومشاهدة براعته في الرماية وصيد الطيور والغزلان. في صباح أحد الأيام، هذا رحمن البارع في رمي السهام دعا تلميذه كالعادة للذهاب معه إلى الغابة، مع أن التلميذ كان قد شاهد رمايته عشرات المرات إلا أنه لم يكن يمل من ذلك، فاستجاب لأستاذه وذهب معا إلى غابة قريبة هناك. وبعد وصولهما إلى أول شجرة كثيفة الأغصان، أخرج الأستاذ قوسه المصنوع من خشب جميل وسهما واحدا وقطعة قماش أبيض، ثم قطف وردة من الورود المنتشرة هناك وعلقها على غصن إحدى الأشجار، ثم ابتعد عنها مسافة 100 متر وطلب من تلميذه أن يسد عينيه بتلك القماشة، واتخذ موقف الرامي ووضع السهم في كبد القوس وثبت رجليه في الأرض، ثم أطلق السهم بكل قوة باتجاه الوردة. التلميذ فكر أن الأستاذ طلبه هذه المرة وقام بهذا الشكل من الرمي بعد أن شد عينيه بالعصابة، يريد يبين له كيف يمكن بعينين مغلقتين يصيب الهدف، لكن السهم ما أصاب حتى الشجرة التي علقت عليها الوردة، بل ذهب السهم بعيدا عن الهدف. قال الرحمن وهو يفتح القماشة من على عينيه: يا هذا، هل أصبت الهدف؟ قال تلميذه: كلا يا سيدي،
فقد أخطأته تماما. قال الأستاذ: هذا ما كنت أتوقعه. فقال التلميذ: كنت أظن أنك جئت بي إلى هنا لأشاهد قدرتك الفائقة في إصابة الهدف بعينك وهي مغلقة. قال الأستاذ: كلا، إنما جئت بك إلى هنا لكي أعلمك أهم درس من دروس الحياة. مو بس أريد أعلمك الرماية وصيد الطيور والغزلان، أريد أعلمك درس مهم من دروس الحياة. فعندما تتمنى شيئا فلا بد أن تركز عليه بعينين مفتوحتين، إذ لا أحد يستطيع أن يصيب هدفا لا يراه. حدد الهدف، ركز على الهدف، افتح عينيك، اسعى للوصول إليه حتى تنجح. وإلى حديث قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.